طيب خلينا نروح لزميلنا أمير هشام من أرض المونديال، هنعرف إيه اللي بيحصل دلوقتي. أعتقد إن ده من أمام الملعب، هيقول لنا ماذا يحدث وإيه اللي حصل النهارده في التمرين. خلينا نروح لزميلنا المتألق أمير هشام. أمير يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مش عارف مين معاك في الاستوديو، اكيد تحياتي ليهم برضو. احمد ثابت وكريم سعيد طبعا بيرسلوا تحياتهم ليك يا امير. اصدقائي الاعزاء، احمد ثابت برحب بيه، وبكريم سعيد طبعا صديقي العزيز، منورين اكيد يعني. امير، التمرين النهارده ماشي ازاي؟ الامور كانت عامله ازاي؟ اشرح لنا النهارده ايه اللي حصل. طيب خلينا نبتدي بالحدث الأهم والأبرز في الحقيقة، وهو فيما يتعلق بالإصابات. ده السؤال والشغل الشاغل بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. احنا عندنا اثنين من اللعيبة المهمين جدا، سواء محمد هاني او حسين الشحات، النهاردة امر غاية في يعني السعادة بالنسبة للجهاز الفني، ان هو بالتالي كل اللاعبين متاحين بالنسبة له بعد مشاركة حسين الشحات في المران بالكامل، وايضا محمد هاني شارك في التدريبات. لكن انا عايز اتكلم على كل حالة بالتحديد. النهاردة المران خفيف شوية كابتن إسلام، يا مستر بيتسو موسيماني نزل بالحمل التدريبي شوية، خصوصا على مدار الأيام اللي فاتت كان فيه تدريبات قوية وتقيلة بدنيا يعني، فالنهاردة نزل بالحمل التدريبي شوية، بالتالي حسين الشحات شارك في كل التدريبات الكورة. يعني النهاردة كان فيه تدريبات، بعض تدريبات الكورة تقسيمة كده بسيطة في نص الملعب، حاجات خفيفة، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دلوقتي في يعني جمل تكتيكيه بتتعمل، عشان كده احنا من بره الملعب دلوقتي بنتكلم معاك. فبعض الجمل التكتيكيه اللي بيركز عليها مستر بيتسو موسيماني، حسين الشحات بيشارك في الجمل دي بشكل طبيعي جدا. محمد هاني بعد ما شارك في التدريبات الخفيفه بالكوره، فتعمل له اختبار طبي كده علشان يشوفوا هل ينفع ان هو يشارك في الجمل التكتيكيه اللي بيحاول ينفذها مستر بيتسو موسيماني، او اللي بيحاول يحفظها لاعبيه. نجح في الاختبار الطبي ده، بالتالي بقى بيشارك في هذه التدريبات بشكل طبيعي. اذا يعني الاهلي خالي من الاصابات طبقا للي احنا شفناه لحد ما اطلع معاك من 3 دقائق قبل كده، وده امر مبشر واخبار سعيده في الحقيقه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، خصوصا ان هم اثنين من ابرز لاعبي الفريق وبيعتمد عليهم مستر بيتسو موسيماني بشكل اساسي في مختلف مبارياته. في كل الاحوال ايا كان هم هيكونوا موجودين بشكل اساسي في المباراه المقبله امام الدحيل او لا، لكن هو امر ايجابي ان كل اللاعبين يكونوا متاحين بالنسبه للراجل، عشان يقدر ان هو يفكر بشكل في اريحيه اكتر بخصوص استراتيجيته، سيناريو خاص بالمباراه على حسب طبعا رؤيته الفنيه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. النهارده كمان بعد او بالتحديد مع بدايه التمرين كان في احتفال كده باكرم توفيق، ممر اتعمل له عشان يعدي واللاعبين يعني يخبطوا على دماغه مثلا او حاجه، ده كان بسبب ان هو يعني رزق بتوفيق الصغير النهارده، فجاب طفل سماه توفيق. يعني توفيق اكرم توفيق، اللاعبين احتفلوا بيه والجهاز الفني قبل بدايه المران. بس يعني دي ابرز الاحداث بخصوص مران اليوم. الامور حتى الان ماشيه بشكل كويس. مستر موسيماني كمان ركز على الكرات العرضيه في التدريبات، منها جمل معينه عايز ينفذها في الكور الثابته، وايضا في الركنيات كمان تحديدا، يعني كلها امور مهمه. فيعني امر جيد، والامور في الحقيقه كابتن اسلام ماشيه بشكل جيد، وفي جاهزيه كبيره جدا بالنسبه للاعبين بشكل عام، وفي حماس كبير. الحماس ده نتج عن يعني كدمات بسيطه لا تذكر في الحقيقه، بس انا بحب دايما اعيش جمهور النادي الاهلي في كل الكواليس والاجواء. يعني مثلا حمدي فتحي كانت بسيطه جدا، يعني كمل المران، كانت في كره مشتركه مع صلاح محسن، مروان محسن كمان كدمه في الوجه كانت بسيطه وكمل بمران عادي، لكن كل ده ناتج عن الحماس الكبير عند اللاعبين، وان هم حريصين اشد الحرص على اثبات يعني تواجدهم داخل التدريبات، ومن ثم المشاركه بشكل رسمي في المباريات. يعني دايما جمهور النادي الاهلي بيبعت لنا، واكيد بيبعتوا لك وبيبعتوا لكل الناس، عايزين يعرفوا التشكيل، عايزين يعرفوا هل في بوادر حصلت، هل في حاجه حصلت. انا عارف طبعا ان انت مش هتتكلم في هذا الامر، ولكن ممكن امتى نعرف او الناس تعرف موسيماني استقر على التشكيل ولا لا؟
طيب ممكن اقول لك ان ده ممكن يحصل من خلال او بدايه من مران الغد يا كابتن اسلام. اهم مران اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي هو مران بكره يوم الثلاث اللي بيسبق المباراه ب 48 ساعه، فاكيد مستر بيتسو موسيماني ممكن يستقر من خلاله على التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه مباراه الدحيل يوم الخميس باذن الله، خصوصا كمان بعد عوده المصابين سواء طبعا حسين الشحات او محمد هاني. أيوة. فبكره الدنيا هتتضح بشكل اكبر بخصوص تشكيل النادي الاهلي، بس حتى لو يعني التشكيل بان او حاجه هيبقى صعب ان احنا لا لا طبعا يعني انا عارف، بس هو الناس بتسال دايما امر امتى هيستقر موسيماني على التشكيل، خصوصا يعني. خصوصا اكيد هيستقر خلال ال 48 ساعه اللي جايه بتحديد مران الغد، بس عايز اقول لك خصوصا كمان ان يعني هنا في قطر او هنا في المونديال الناس كلها بتتابع قناه الاهلي وبتتابع التدريبات، او يعني كله متشوق ان هو يشوف لاعب النادي الاهلي، فبالتالي يعني في سريه تم بخصوص تشكيل النادي الاهلي في مباراه الدحيل باذن الله. وفي كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لمستر بيتسو موسيماني ان هو يعمل مباراه جيده والاهلي يكون موفق في هذه المباراه يا كابتن اسلام كخطوه اولى ان شاء الله باذن الله في مونديال الانديه. امتى هيتمرن النادي الاهلي على الملعب الرئيسي اللي هيلعبوا عليه المباراه؟ باذن الله يوم الاربعاء هيكون المران اللي هيكون على الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي والدحيل، وهيكون المران في نفس توقيت المباراه الساعه 8:30 بتوقيت المونديال، الساعه 7:30 بتوقيت القاهرة، فده هيكون موعد المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي هنا، ويعني هيبقى أيضا مش مران قوي قوي، هيبقى مران خفيف شوية من قبل الجهاز الفني، وخلاص أنت تبقى داخل على مباراة أنت أكيد عارف الأمور دي طبعا يا كابتن إسلام. هيبقى يعني زي تراي ماتش خفيف، الأمور هتبقى مش بالقوة أو مش تدريبات بدنية قوية جدا بالنسبة للاعبين، خلاص يعني اللاعبين في الحقيقة جاهزين بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا، يبقى بس التوفيق من عند المولى عز وجل بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه يوم الخميس. خليني بقى كابتن اسلام قبل بس عايز اسالك برضو في جزئيه الملعب دي يا امير، هل حد راح شاف الملعب الرئيسي ولا الاجراءات بقى بتخلي لا يوم الاربعاء بس هو اللي هيبقى فيه ان احنا نشوف الملعب؟ ما هو ده مرتبط بالكلام اللي انا كنت هقوله لحضرتك يا كابتن اسلام دلوقتي، يعني هو ممنوع طبعا ان حد يروح يشوف الملعب اطلاقا، ما ينفعش اي فرد يخرج بره الاوتيل. وانا هحكي لك موقف طريف جدا حصل امبارح بالليل بالنسبه لبعثه فريق اولسن هونداي البطل اسيا، وكان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق ده يعني خرج بره الاوتيل وهو مش قصده، يعني الراجل ركب اسانسير غلط فالاسانسير نزله في مكان كده، المكان ده يخرجه بره الاوتيل فالكاميرات رصدته، يعني الناس شافته على الكاميرات فسابوه خالص لغايه لما حاول يدخل تاني الاوتيل غصب عنه، فدخل الاوتيل فقالوا له تعالى بقى اتفضل كده معانا، اطلع اوضتك 48 ساعه لغايه لما نعمل لك مسحه تطلع نتيجتها تتعامل طبيعي، غير كده ما تخرجش غير كده ما تخرجش بره الغرفه بتاعتك اطلاقا. بالفعل النهارده اتعمل له مسحه يعني الراجل طلع غلط نتيجتها طلع غلط غصب عنه، بس مفيش هزار يعني مفيش هزار، ما ينفعش حد يخرج، ما حدش يخرج اطلاقا من الفندق، هو يعني الراجل اتلخبط في المكان، يعني ممكن يكون كان رايح محاضره مثلا لفرقته مع الجهاز الفني او رايح يتناول وجبه الغداء او العشاء او الفطار مثلا، لكن الراجل ما كانش عارف ضل الطريق يعني فبالتالي اتعمل له فعلا مسحه النهارده وهو في غرفته، مش هينفع يخرج بره الغرفه اطلاقا غير لما تطلع نتيجه المسحه. كنت فده بتكلم يعني عارف يا امير، كنت بتكلم مع وائل جمعه امبارح او اول امبارح، كنت بتكلم معاه قال انا بيتي جنب الاوتيل على طول ما بعرفش اروح، فيعني ده برضو دليل على الكلام اللي انت بتقوله. معانا كان معانا على التليفون النهارده كابتن وائل جمعه في الحقيقه، وطمن على الفرقه وعلى البعثه بشكل كامل بصراحه، وحتى هو قال لي في تليفونه ان هو كان نفسه جدا ان يجي يزور بعثه النادي الاهلي، خصوصا ان هو قريب جدا من مقر اقامه الفريق، حتى لو هو مش قريب يعني كلنا في مكان واحد فصعبان عليه ان هو مش عارف يجي، لكن طبقا للاجراءات الاحترازيه المشدده والفقاعه الطبيه المتواجد فيها بعثه النادي الاهلي، فبالتالي الامر
صعب ومستحيل ان اي حد يدخل يزور البعثه بسبب كل هذه التجديدات يعني القويه. انت عارف يا امير برضه انا متواصل مع طبيعي كتير من لازم هنتعامل مع الموقف، ولكن كلهم بيقولوا لي ولا حد عارف يخش ولا حد عارف يخرج. انا بس ما كنتش مصدق الكلام ده قوي، لكن مع الكلام اللي انت بتقوله لنا وموضوع المدرب العام بتاع كوريا الجنوبيه اعتقد ان كده الوضع يعني المدرب المساعد او المدرب المساعد يعني اعتقد ان الوضع كده واضح جدا يعني ان لا دخول ولا خروج لاي فرد طبعا. بالظبط الموضوع ما فيهوش هزار خالص يا كابتن اسلام، لاي فرد ما فيش الكلام ده خالص، ما حدش يقدر يخرج بره الاوتيل. عايز اقول لك احنا مستنى ميعاد التمرين يعني عشان نخرج مع الفرقه نروح نتفرج على التمرين، هتبقى حاجه مختلفه شويه عن الإقامة في مقر النادي الأهلي هنا في الفندق. طب ممكن تشرح لنا ايه اللي بيحصل؟ اللعيبة بتبقى قاعدة ازاي في الفندق يعني مع الزهق ده؟ اللعيبة بتبقى قاعدة ازاي في الفندق؟ انتوا نفسكم بتبقوا قاعدين البعثة كلها يعني؟ خليني اقول لك يا كابتن، خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان يعني متوفر للبعثه او للفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي تحديدا العاب، بعض الالعاب الترفيهيه ابرزها بلاي ستيشن 5. فيعني لما أيوة في وقت فراغ كده مفيش اي حاجه خالص يعملوها، لا محاضرات لا محاضرات ولا مثلا تمارين في الجيمنازيوم الخاص بالفندق والكلام من ده، بيروحوا يلعبوا يا اما بينج بونج يا اما بيلعبوا بلاي ستيشن 5. ابرز واحد في البلاي ستيشن في الحقيقه جامد جدا جدا طاهر، محمد طاهر يعني فظيع الراجل، شاطر جدا في البلاي ستيشن يعني بيكسب اي حد بيلعبه يعني. فدي امور بيكسب اي حد ما شاء الله عليه. فدي امور ترفيهيه عشان تكسر حاله الملل اللي عند اللاعبين، لكن خليني اقول لك برضو يا كابتن اسلام ان ده ما يمنعش اطلاقا او ما يقلش اطلاقا من مدى التركيز اللي متواجد عليه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بخصوص المباراه امام الدحيل القطري. كله بيفكر في المباراه دي، كله بيفكر ازاي نقدر نتخطى العقبه دي، ازاي نقدر نلاعب فريق الدحيل. فريق الدحيل بالمناسبه برضو عشان يعني نتكلم على استعدادات هذا الفريق، ابتدى استعداداته لمباراه الاهلي من يوم 28 يعني قبل ما الاهلي يوصل هنا بيومين بالظبط. دخل فقاعه برضو طبيه بيروح احنا وصلنا هنا يوم 29 بالليل. ايوه فهو اتمرن او ابتدى تدريباته ومعسكره المغلق يوم 28 فقاعه طبيه برضو متواجدين داخل فندق خاص بيهم، ما بيروحوش غير على الملعب للتدريب، بيستعدوا بمنتهى القوه. عندهم كمان خط الامامي بالنسبه لهم خط قوي جدا جدا، وده اللي اتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني، بيمتازوا بالجانب الهجومي باعلى مستوى في الحقيقه، ولاعبين على المستوى الفردي، لاعبين على المستوى الفردي جيدين جدا. اكيد عندهم بعض نقاط الضعف، دي حاجات بقى خاصه بالمدير الفني للنادي الاهلي، هو اكيد مذاكرها كويس جدا. بمناسبه برضه المدير الفني للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني، انا ما بشوفوش يا كابتن اسلام في الفندق اطلاقا يعني، الراجل واضح ان هو بيبقى قاعد في غرفته بيذاكر بس، ما بيعملش حاجه يعني. مثلا ايه، يروح يفطر يتغدى يتعشى، ده اكتر حاجه بيعملها او ده اللي بيخليه يخرج بره الاوضه بتاعته يعني، لكن فيما عدا ذلك هو قاعد بيذاكر في 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 اوضته بيشوف. عايزين برضو يا امير نبقى نعرف رد فعله على تصريحات صبري استراتيجيه معينه يعني. صبري لاموش النهارده انا شايفه بيتكلم بيقول ان او هو بيصدر لنا احنا ان يقول لك ايه، ان فرص الاهلي اكبر مننا بكتير يعني. لو قدرت برضو تجيب لنا رد فعل هذا التصريح يعني، لانه خلي بالك بيتسو موسيماني من المدرسه بتاعت صبري لاموشي يعني، هو دايما لما كان بيجي لما كان ماسك سان داونز وبيجي لاعب النادي الاهلي. انا كنت هقول لك اتفضل. الكلام ده يعني الكلام ده مش هخش على مستر بيتسو موسيماني بالذات يعني، انت عارف يا كابتن اسلام يعني. فالراجل عارف التصريحات دي وعارف ازاي الناس بتفكر او بتحاول ان هي تلعب نفسيا على المنافس. مظبوط. مش هيأثر فيه الكلام ده اطلاقا. خليني اقول لك برضو ان هو مركز قوي في الفرقه ومركز قوي في ان هو ازاي يواجه الدحيل، مش مركز اطلاقا في مين قال ايه او الفني بتاعهم اتكلم عن النادي الاهلي. هو مدرك قوي قيمه النادي الاهلي ومدرك جدا حجم الفرقه وطموحات جمهور النادي الاهلي، كل ده خلاص يعني ملم بيه مستر بيتسو موسيماني من قبل ما يجي يمسك النادي الاهلي. فيعني صعب قوي التصريحات دي تخش يعني على مستر بيتسو موسيماني. تمرينه قدامه قد ايه؟ ففي العموم برضه هحاول يعني ان انا اساله يعني. تمام.
تمرين النهارده خفيف، يعني اعتقد ابتدينا بالظبط من حوالي الساعه الربع، يعني ممكن كمان 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير ويخلص مران الاهلي الثالث النهارده. وبعد كده اللاعبين هيتوجهوا للفندق، هيبقى في وجبه عشاء، وبعديها خلاص بقى كل واحد يبقى على غرفته، يعني عشان يعني خلاص يناموا بقى، وبكره الصبح ان شاء الله يبقى يوم جديد بالنسبه للنادي الاهلي، مليء باحداث برضه هتكون احداث مهمة جدا. ودايما الاحداث لك بتبقى معاك يا امير، ودايما بتنقلها لنا. قول لنا عن المسحة برضو، اتفضل. المسحة النهاردة كان في مسحة اتعملت الساعة 1:30 كده الظهر، ودي كانت بناء على طلب من بعثة النادي الأهلي. احنا يعني البعثة هنا كانت عايزة تطمن على الأفراد كلهم بخصوص فيروس كورونا، خصوصا بعد إصابة العميد محمد مرجان. ده بخلاف بقى المسحة الرسمية اللي هتبقى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودي اللي هتكون يوم الأربع إن شاء الله بإذن الله. احنا عندنا دايما في مصر مثلا بنعمل المسحة قبلها ب 48 ساعة قبل أي مباراة، لا هنا هتبقى قبلها ب 24 ساعة، لأن هي المسحة النتيجة بتاعتها بتطلع بعد 6 7 8 ساعات بالكتير قوي تكون طلعت نتيجة المسحة. يعني بكرة إن شاء الله بإذن الله برنامج الفريق ماشي بشكل طبيعي جدا، نفس يعني البرنامج، فطار، بعد كده هيبقى فيه بقى محاضرة فنية من مستر بيتسو موسيماني، الغداء، التمرين، الأمور ماشية بشكل طبيعي، مفيش احداث بتبقى كتير قوي خصوصا في ظل الفقاعه الطبيه المتواجد بداخلها بعثه النادي الاهلي. يا كابتن اسلام دايما متالق يا امير وعامل شغل رائع الحقيقه، يعني الله يكون في عونك. طبعا تعبان، بتصحى من الصبح لغايه بالليل، لكن واجبك وكل جمهور الاهلي بينتظرك الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا امير على وجودك أكيد. معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لزميلنا امير هشام، نقل لنا الحقيقه كل ما يحدث زي ما حضراتكم شفتوا من الساعة 9 ولا 10 الصبح لغاية ان كمان 10 دقايق او ربع ساعة ينتهي التمرين.